السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وخبر جديد، وخبر اليوم سيكون مع الفنان سعد المجرد الذي أثار خبر زواجه صدمة لمحبيه ومعجبيه، والكثير من الصفحات تحدثت عن هذا. صحيحة الخطوبة ومن هي هذه الفتاة التي تقدم لخطبتها؟ أولا، قد قام الكثير من الصحفيون منهم رضوان الرمداني الذي غرد قائلا: فانزات سعد المجرد ما تصدموش، عافاكم غيضرب الكحل في البيض هاد الأيام، الله يكمل كل شيء بالخير وعلى خير. وأضاف أنه يقدر يقول لهم شكون هي العروسة وإمتى غيكون الزواج. المهم، الكثير تداول هذا الخبر وقاموا بنشره، لكن الحقيقة لا زالت غير واضحة. الحقيقة ستظهر على لسان الفنان سعد المجرد، ولكن هذه الأخبار صحيحة ب90% لحد الساعة، لأن الكثير من الصحفيين المرموقين والمعروفين بالمغرب قاموا بتداول هذا الخبر. وكما ترون في الصورة، تلك الفتاة هي غيتا، صديقة الطفولة وصديقة العائلة، وهي التي يقال أنها ستكون زوجة سعد المجرد المستقبلية. وبهذا متابعي الكرام، أقول لكم إلى اللقاء، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس إذا أعجبكم الفيديو بطبيعة الحال.